ونسيم روحي يكشف الكربات يا غائبا يا حاضرا في أرضنا ثق بأني يا سيدي يا ابن السيد الآيات فإذا رأيتك سوف أغوي ساجدا وبترب نعلك أمسح الوجناتي. المهدي ولايته المهدي ولايته الله وجبه ما تنشوف حمل راية وجبه بشوك انقبل جفوفه وجبه نكح للعين بالطلعة البهية. وعيناك عرفنا الدين يوم اللي ربك نصبك على البشر وعيناك متى عين تصير قبال عيناك دوائي شوفتك يا ابن الزكية دوائي شوفتك يا ابن الزكية دوائي شوفتك يا ابن أنا جاي أقول ما شاء الله أهل سترة عندهم ولاء إن شاء الله إن شاء الله يعني أدخل وأسمع صوت يرد الروح عندهم شوق ولاء لأهل البيت يعني من أدخل ما يحتاج بعد أنا أحشمهم ما يحتاج بعد أشجعهم هم اللي يشجعوني الصوت هذا مو مال أهل سترة اللي سمعته يعني أهل سترة على عيني وعلى رأسي يلا أريد أسمع صوت يستاهل المهدي اللي ما يستاهل ما أسمع هذا بس جوابك يستاهل المهدي اللي ما يستاهل إيه بعد أقوى أقوى ها كذي أهل سترة معروفين ها ها يلا يستاهل المهدي اللي ما يستاهل كذي اللي أعرفهم أهل سترة ما شاء الله عليهم أنا توني جاي من عند الإمام الرضا سلام الله عليه وفقنا هناك وقرينا عندهم في الصحيح سأل الله القبول وعودنا وياكم إن شاء الله قولوا آمين. طبعا سالفة هذه كنت جاي ترانزيت لعمان والشنط مالي طبعا فيها الغترة وهذه الشغلات وصلت البيت تعال رحت الدوام مباشرة
يعني ما نمت شيء أنا جاي تعبان، فسامحوني يعني إذا أريد كل شيء اسمه يجاوب وشارك إن شاء الله، وفيكم الخير والبركة أهل سترة إن شاء الله. إيه ف إن شاء الله نكون وياكم إن شاء الله مسجلين من الإمام صاحب العصر والزمان مسددين، قولوا آمين. عيوني أريد الجواب وياي قوي إن شاء الله. طبعا كانت عندي حاجة عند الإمام الرضا سلام الله عليه وقضاها الحمد لله رب العالمين، ورحنا نشكره سلام الله عليه كريم. اطلب ان شاء الله حاجتك مقضية، ان شاء الله حاجتك مقضية. ويقول هذا البيت قلت الى هناك: سلب روحي يا ابو محمد وسرها، سلب روحي ابو محمد وسرها وفرحها وقضى الحاجة وسرها، سبب بسماتي هاللحظة وسرها، عرفتي حبني من حامل حمية، عرفتي حبني من حامل حمية، وعرفتي حبني من ما كنت حاسب للسفرة يعني، وإذا به كنت زعلان ما أخذ بخاطر شوي، وإذا باتصال كان يوم السبت اللي راح، اللي باتصال العصر تعال يريدونك حملة الدير تروح وياهم هناك تحيل مولد الإمام، لزوجتي تقول الله من قدك الإمام يراضيك الإمام الرضا سلام الله عليه سلام الله عليه. اطلب حاجتك منهم سلام الله عليهم ويقضونها ان شاء الله، ثق بالله انهم يقضونها ان شاء الله وراح تنقضي ان شاء الله. ما شاء الله كل القرى وكل ما شاء الله الديار تقول كنا عيد ازيد من العيد، في العيد تشوفهم في الصبح، هذا في الليل تشوفهم، ولا يوم ولا يومين، أيام كثيرة تشوف في ما شاء الله القرى كلها عيد. متى العيد الأكبر؟ عند ظهور الإمام المنتظر إن شاء الله. يلا عيوني الكل يشارك مولاي. عيد من تظهر، قولها من قلبك ها، عيد من تظهر يا مهدينا، عيد من تظهر يا مهدينا، عيدي وعيدي من تظهر يا مهدينا، مدد مدد يا مهدي، مدد مدد يا مهدي، مدد 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 يلا مهدي ما شاء الله. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: من أنشد فينا بيتا، أنشد فينا بيتا من الشعر أعطاه الله مدينة في الجنة أكبر وأوسع من الدنيا بسبع مرات. أنت تقدر تصير منشد، تصير رادود، تصير خطيب، تصير ها ملا، لما تشينو تجاوب مع الرادود، تجاوب مع المنشد، تجاوب إن شاء الله تحصل الثواب اللي يحصله بيت مدينة أكبر وأوسع من الدنيا. نوصي عليكم الملائكة بعد. يلا عيوني ها، يلا الكل يجاوب، لا تقعد لي بس شدي ها وصاك بوزوك، لا تبخل على نفسك، ترى هذه لحظات، هي لحظات. تقول لي زوجتي ارحموا بحالك، جاي انت من الفجر لا نمت لا البارحة لا شو اسمه نمت الصبح، انت سيدة مباشرة جيت الساعة كم وصلت الطيارة؟ وصلت الساعة واحدة وثلث سينا مباشرة على الدوام، رحت الدوام طلعت من الدوام جيت شاركت في الحجر وجيت عندكم هنيها، قالت لي لا اعتذر منهم اعتذر منهم، قلت لهم لا هذه ما تعود إلا على شنو طويل العمر، هذه ختمة أهل البيت، احنا شنو هاي نعمة هاي شرف
إن شاء الله يقبلونها. قولوا آمين. يلا عيون الكل يشارك، لا تبخل. ها عيدي من تظهر يا مهدينا، ها اللي بالزاوية هناك، عيدي من تظهر يا مهدينا، ها ما اسمع، عيدي من تظهر إلى خاطبة خاطبة، عيدي عيدي من تظهر كل شهر لو طال يبدي هلال لي تالي، وافرح بعيد وهنا وافرح بعيد، والمحب لو صام بالايام على التوالي، الفطر يوم المنى الفطر بالمنى، وانا عشت سنين اسال وين اغلى غالي، وانا عشت سنين اسال وين اغلى غالي، كم سنة واسي سنة كم سنة واسي سنة، أدري ما هو بعيد يوم العيد لو إجالي، يمتى قلبي طمنا يمتى قلبي، دمعي يهمل دوم رتل، مهدي عجل مهدي عجل سيدي يا سيدي سيدي، كل كلامي يا إمامي ويا غرامي، سيدي يا سيدي سيدي، روحي مشتاقة روحي مشتاقة يا مهدينا، وانا المشتاق روحي مشتاقة يا مهدينا، مدد مدد يا مهدي مدد مدد، ارفع ايدك واطلب منا مدد، مدد مدد يا مهدي، ارفع ايدك صوت جاوب حبيبي، اهدي صايمة هالروح مو مسموح الها تفرح، الابتسامة ذابلة عطشت النظرات والآهات والله تذبح، والأماني ناحلة والله لو رديت لو هليت، عيدي يصبح ينجلي عني البلا بشوقي المكبوت، تسمع صوت مني يصدح، هلا يا عيدي هلا هلا، حلوة منك بعد أعلى، هلا يا عيد هلا يا عيد هلا، والعلامة عالسلامة الابتسامة، سيدي يا سيدي تنهي صومي وكل همومي طيب يومي، سيدي يا سيدي سيدي من قلبك خاطبة، سيدي شوفتك عيدي يا مهدينا، شوفتك عيدي يا مهدينا، عيدي من تظهر يا مهدينا، عيدي عيدي من، يلا رجائي اهدينا، احلم برؤياك وبملقاك يا اماني، شوق يتمثل طفل انتظر الهلال والآمال ما أعاني، فرحة العيد احتفل ميت أنا عليك يلي يفديك كل زماني، عالهجر ما أحتمل عالهجر عالهجر ما أحتمل، ألبس أحلى ثياب عندي حساب للثواني، ألبس أحلى ثياب عندي حساب للثواني، يمتى يا المهدي تهل يمتى يا المهدي تهل، هذا حلمي تبقى يمي وتجلي همي، سيدي يا سيدي سيدي، اظهر اظهر ناري تسعر شوقي يكبر، اظهر اظهر ناري تسعر شوقي يكبر، سيدي يا سيدي طمن احساسي يا مهدينا، طمن احساسي
الشاعر المبدع أخي المخلص عباس الفرحان الستراوي. ماتت الأغصان والأزمان كلها ظلمة، يمت نورك أنظره يمت نورك، العدل والخير حب الغير وأحلى رحمة، كل شيء أنت محوره، يلي كل حيران كل هفان نادى باسمه، أنت عيد الينطره أنت عيد. هذا حالي بالليالي، هذا حالي بالليالي، صوتي عالي سيدي إيه سيدي يا سيد، مرسليني وكل حنيني بس يجيني سيدي يا سيدي سيدي إيه عيد من تظهر عايد بقلبي يا مهدينا، عايد بقلبي يا مهدينا، مدد مدد يا مهدي مدد مدد حبيبي مدد مدد يا مهدي مدد مدد يا مهدي. مو بس في القطيفي اليوم مشارك وياي ها يلا مدد مدد يا مهدي يا إمامي يا غرامي، اللهم أرنا طلعة الرشيدة، اللهم أرنا طلعة الرشيدة، اللهم أرنا ذوق وانت اهل الذوق، اسمع الكلمات والذوق ها. عدنا حلم حلوة تصاويرة، بس ردنا يوسف يقرأ تفسيرة، بس ردنا يوسف يقرأ تفسيرة، جبريل جنة عالي تكبيرة، مهد الأمم ظهر التباشيرة، مهد الأمم. عدنا حلم حلوة تصاويرة، بس ردنا يوسف يقرأ التفسيرة، جبريل جنة عالي تكبيرة، مهد الأمم ظهر التباشيرة، صوت الحق من السماء يرتفع نشيدة، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة، اللهم أرنا. ما شاء الله هم صوتكم يرد الروح يا اهل ستر بعقوها صوت يلا يلا ايه جنك تمل المنتظر وعده، شفنا حسن وجهه ونجم سعده، ماخذ جمال من النبي جده إيه، وتميز الشام وسط خده، وتميز الشام خده، يشبه أم فاطمة يشبه الصمد، اللهم أرنا اللهم أرنا نبرات صوته حلوة، والسمع من على المنبر يخطب الجمعة، تأوب جبال وطير مجتمع من يدعي ربه وشفه يرفع، موعود على شيعته يمتى تمسح ايده، موعود على شيعته يمتى تمسح ايده، اللهم أرنا طلعة الرشيدة. صلوات إلى خادم أهل البيت عباس الفرحاني. يا مهدي ذا
ذنب المحب سترة سترة وكل أشواقي وتحياتي لها سترة حبهم جعلت إلي ثوب وجعلت سترة وذوب بمحياكم يا أهلي يا سترة صلوات الله وها خوتها ها عينها يمتى تصلي بالأقصى وتأم النبي عيسى وتنشر راية الإسلام وتشعل خلق شمسة خادم تقبلني لك تقبلني واسمع مني هالهوسة وها خوتها ها عينها هذا أنا ناصر من جندك هذا أنا ناصر من جندك هذا أنا ناصر من جندك من جندك اسمع اسمع حبيبي يلا بعد لابس مال العماني يقول الجماعة يقول لي لا تنسى جيب لنا النبي العماني بالفارسي توك جاي من عند الإمام الرضا حب أهل البيت سلام الله عليهم احنا كنا هناك البارحة في نشوف كالحين شاركت عندهم في الحرم وكالحين أشوف الهندي وأشوف كل واحد بلغته محبته كل واحد بلهجته كل واحد يخاطب الإمام سلام الله عليه بطريقته يلا ها هي يا مال هل سترة بحارة يلا ها يلا ها ها خبرني درب المحبين ما حيدوا ما حيدوا والما يحب والما يريد أهل البيت صدقني ما ريدوا يا قامع المال ما أقو في محله مثل موج البحر مثل موج البحر يقعد يطامبو يلا ايه مو جي كذي حطيتك على خدك يا ارفع ارفع ما شاء الله يلا ارفع ارفع من وين طلعت الاصوات بعد ارفع أهل سترة بعد ما نقدر بعد نعم ما شاء الله إيه وش تبغى بعد قول أمر ها بعدين مو الحين شاركت في الكويت وخلص يعني جبت لهم لهجات وبعض اللغات وده وخلصنا قعدنا بغرفة داخل الواحد مصري جليلي يقولي أمال ما جبتش مصري ليه قلت له أنا جبت مصري ما سمعت قال دي شوية ما تجيب الرأس قلت له تذكرتني الحين بعمان 2008 تقريبا كان في حفل مولد الرسول صلى الله عليه وآله وكان موجود السوري موجود اليمني العماني البحريني منوع مشكل مصري هم كذلك فجبت لهم قصيدة شي بالمصري يقول يا رسول الله أجرنا أجرنا يعني يا رسول الله أجرنا يلا أنت هو معايا يلا يلا يا سيد البشوات يلا قول معايا يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوث 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 يا رسول الله الغوص يا رسول الله أيوة أنت أنت يلا الغوص يا رسول الله الغوص يا رسول الله ومدحت بطيبة
طه ورقوت بطه الله أن يحشرني أواه بلواء رسول الله أوكلت الأمر إليه بمديح بين يديه أوكلت الأمر إليه فكفاني رسول الله يا رسول الله أجرنا يلا يلا يا رسول ما شاء الله الغوص يا رسول الله وشعرنا به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا رباه به فاكمانا على حوض رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول دي القصيدة طويلة شوية بس اختصر لكم أنا دلوقتي يعني اوف اوف من جنى ويا من جنى ويا من جنى وغيرك يا حيدر بالشدايد ما لنا وغيرك يا حيدر الشدايد ما لنا اوف 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 تبر قلبي شو هيدا شو هالبسة شو مهزومة أوف أوف أويلي الخليقة الدماء يكسر بشرها هداك الله لا توقع بشرها العلي أوف 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 هو العلي بالقيامة يعطيك بشرها لما ربنا بيجري الحساب حيدر إمامي والحسين حسيننا حيدر إمامي والحسين حسيننا شارك في القطيف وكان جبت لهم اللهجة حساويل تعرفون هالحساوية لا قلت لهم هاي يسمونها لهجة الموابش وكان شاعر حساوي وياي اللي يقول ملا ملا هذه هاي لهجة أهل الذهب هاي معلومة زينة أهل الذهب يا زلات وانصعد بحالك افرح واستعد شفت الرابص بهاليوم الشوفة بسقر يفتر يتمنقر ياكل ها يتمنقر من الزقوم خلى بحاله يتمنقر خلى بحاله يتمنقر خلى بحاله يتمنقر نسحر يعني نتعنى ها ارفع ايدك ها يلا يلا هل سترة ما شاء الله يلا ما اشوف ايدكم فوق ايدك فوق يلا ها ما شاء الله هناك تحضر اهل الحسا شلون المبرز الحفوف الطرف العمران يلا يلا تشوفهم ارفع ايدك حبيبي فوق ما اشوفك ها يلا ها ها اخوتي ها ها عيني ها ها هل سترة ها ها تاج الراس ها ما رفعت ايدك ها يلا ها ها ايه نسحل يعني نتعنى نسحل للحفلة خلونا نسحل للحفلة خلونا نسحل للحفلة هلا هلا خلونا ها اخوتي ها ها عيني ها اذا نمدحهم يرفعون صوتهم اقوى استاهلون استاهلون كل خير ما شاء الله عليكم يوسف زهراء
صاحب آلاء مهدي جگرم مهدی جانم دلم خورشیدم آقا جان مهدی روی سجود است مهدی اصل وجود است مهدی مدن جود است یوسف زنگرا مهدی جان بیا بیا صاحب آلا مهدی جان بیا بیا بر جمال علی بر کمال محمد اجماعا همه بلند صلوات وافضل الصلاة والسلام.